يعطيكم العافية طلاب الصف السادس الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله يكون فصل خير على الجميع، ونلتقي فيكم بأقرب وقت ممكن داخل المدرسة. اليوم رح نبلش بوحدة جديدة في مادة التربية الوطنية. الوحدة بتحكي عن الدولة ونظام الحكم، عن الدولة ونظام الحكم. أول درس عنا الدولة وأركانها. أخذنا إحنا بصف رابع معنى الدولة، عناصر الدولة، من ماذا تتكون الدولة. بهذا الدرس رح نأخذ بشكل أوسع ومفصل. في البداية مفهوم الدولة، ماذا تعني الدولة يا صف سادس؟ الدولة مجموعة من المواطنين، الدولة مجموعة من المواطنين يقطنون إقليما جغرافيا معينا، يعني يعيشون في مكان معين بصفة دائمة ومستقرة، يخضعون في إدارتهم لسلطة سياسية. إذن الدولة مجموعة من المواطنين يقطنون، يعني يعيشون، يقطنون يعيشون إقليم جغرافي، مساحة من الأرض، بصفة دائمة ومستقرة، يخضعون في إدارتهم لسلطة سياسية. إذن نحن نعيش في المملكة الأردنية الهاشمية، مواطنين نسكن أو بنعيش على منطقة أو مساحة من الأرض بصفة دائمة ومستقرة، نخضع في إدارتنا لسلطة سياسية. إذن الدولة هي مجموعة من المواطنين يقطنون أو يعيشون إقليما جغرافيا معينا، حكيت لمساحة من الأرض برضو يعتبر صحيح، بصفة دائمة ومستقرة، ويخضعون في إدارتهم لسلطة سياسية. إذن إحنا أخذنا الدولة، تشرف الدولة على الأنشطة السياسية، اقتصادية، اجتماعية. هاي الأنشطة تؤدي إلى تقدم الدولة وازدهار الدولة. طبعاً إحنا في العالم يحتوي على عدد كبير من الدول، كل دولة تختلف في نظامها السياسي عن الدولة الأخرى. بيجيك سؤال، ما العناصر الرئيسية التي وردت في مفهوم الدولة؟ أول إشي المواطنين، يعني شعب، الإقليم الجغرافي، الإقليم الجغرافي أو المنطقة الجغرافية، إقليم، السلطة والسيادة والاعتراف. هسه حتى يكون في أي دولة لها مجموعة من الأركان. طبعا يا سادس لا يمكن الاستغناء عن أحد من هذه العناصر أو الأركان. كلمة أركان الدولة أو عناصر الدولة تعطي نفس المعنى. أركان الدولة، أول ركن منها الشعب، الشعب اللي هم المواطنين، الشعب عدد كبير من المواطنين يحملون جنسية الدولة. إحنا بالأردن نحمل الجنسية الأردنية، السعودية يحملون الجنسية السعودية. إذن الشعب عدد كبير من المواطنين يحملون جنسية الدولة، وهو من أهم عناصر مكونات الدولة. ما هو أهم عنصر من عناصر الدولة، أو ما هو أهم مكونات الدولة، أو ما هو أهم أركان الدولة يا سادس؟ الشعب. لا يمكن تصور دولة بدون سكان، بغض النظر كان عدد السكان قليل أو كان عدد السكان كبير. إذن أهم عنصر من عناصر الدولة الشعب. لا يمكن تصور أي دولة بدون شعب، بدون سكان، مهما كان عدد السكان كبير أو قليل. دولة عدد سكانها كبير، الصين مثال على دولة عدد سكانها كبير، الصين. دولة عدد سكانها قليل، الفاتيكان، الفاتيكان. العنصر أو المكون الثاني من مكونات الدولة أو الركن الثاني، الإقليم، اللي هي الأرض التي يعيش عليها الشعب. أين يستقر الشعب؟ على أرض، سواء كانت مساحة الأرض كبيرة جدا أو صغيرة، سواء كانت مساحة الأرض كبيرة أو صغيرة. الإقليم عنصر من عناصر الدولة، طبعا يشمل اليابسة والمسطحات المائية والفضاء اللي هو الجو. إذن الإقليم، أين يستقر الشعب؟ يستقر الشعب على أرض معينة، يمكن تكون مساحة الأرض كبيرة أو يمكن تكون مساحة الأرض صغيرة. برضو الأرض عنصر من عناصر الدولة، بنسميها إحنا الإقليم. الإقليم له ثلاثة أقسام، الإقليم المائي والإقليم الجوي والإقليم إيش؟ الأرضي اللي هي اليابسة، والمائي اللي هي المسطحات المائية، والفضاء يعني الإقليم الجوي.
طبعا لا يجوز لأي طائرة أن تمر في سماء الأردن دون موافقة، لأنه يعتبر اعتداء على إقليم الأردن سواء إقليم جوي أو بري أو بحري. ثالث عنصر من عناصر الدولة السلطة السياسية. من الذي يقوم بإدارة، مين اللي بنظم الشؤون، مين اللي بدافع عن سيادة الدولة؟ هي السلطة السياسية. السلطة السياسية هي حكومة تتولى السلطة داخل هاي الدولة. ما وظيفة الحكومة أو السلطة السياسية؟ تنظيم شؤون الشعب، تحقيق مصالح الشعب، الدفاع عن سيادة الدولة. السلطة السياسية أو وظائف الحكومة، بيجيك سؤال عدد وظائف الحكومة أو ما هي وظائف الحكومة؟ تنظيم شؤون الشعب وتحقيق مصالح الشعب، الدفاع عن سيادة الدولة. رابع عنصر أو رابع مكونات الدولة السيادة. هنالك قسمان للسيادة، سيادة داخلية وسيادة خارجية. السيادة هنالك قسمان، السيادة الداخلية والسيادة الخارجية. بيجيك سؤال وضح الفرق بين سيادة داخلية وسيادة خارجية. السيادة الداخلية داخل البلد، داخل حدود الدولة. تعني السيادة الداخلية يا سادس قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة ومساواة على أرض الوطن، من اسمها سيادة داخلية، داخل الدولة، داخل الدولة. تعني قدرة الدولة على أنها تطبق القوانين بعدالة ومساواة وتحفظ أمن المواطنين وسلامتهم. إذن قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة ومساواة، حفظ أمن المواطنين وسلامتهم. من النوع الثاني سيادة خارجية، من اسمها سيادة خارجية، علاقة الدولة بالدول الأخرى، وضع الدولة في النظام الدولي، وضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على التصرف ككيان مستقل. حتى تكون دولة مستقلة عدم تدخل أي جهة في شؤونها، لا يجوز أن تتدخل أي جهة في شؤون هذه الدولة. إذن السيادة تقسم إلى قسمان، السيادة الداخلية والسيادة الخارجية. السيادة الداخلية تكون داخل حدود الدولة، السيادة الخارجية اللي هي النظام الدولي مع الدول الأخرى. سيادة داخلية قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة ومساواة وحفظ أمن المواطنين وسلامتهم. أما السيادة الخارجية اللي هي عدم تدخل أي جهة في شؤون هذه الدولة ومدى قدرة هاي الدولة على التصرف ككيان مستقل. رقم خمسة أو العنصر الأخير من عناصر الدولة الاعتراف. حتى تكتمل أركان الدولة لابد أن تعترف بها الدول الأخرى وتكون عضو في الهيئات والمؤسسات الدولية. إذن الاعتراف إنه يجب أن تعترف بها الدول الأخرى وتكون عضو في الهيئات والمؤسسات الدولية. افتح كتابك يا أمي صفحة 12، في عنا الشكل 4-1 يمثل أركان الدولة. أركان الدولة: الإقليم، الشعب، السلطة، السيادة، الاعتراف الدولي. الإقليم حكينا يا سادس إنه يشمل الأرضي والمائي والجوي، ولا يمكن لأي أحد، لا يجوز لأي أحد الاعتداء أو الاعتداء على الإقليم أرضي مائي جوي. الشعب هم المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة، الشعب المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة. السلطة يا أمي تقسم إلى ثلاثة أقسام: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. السيادة حكينا تشمل السيادة الداخلية والسيادة الخارجية. الاعتراف الدولي هو أن تعترف الدول الأخرى بهذه الدولة. آخر نقطة وظائف الدولة. طبعاً الدولة إلها عدد كبير من الوظائف بتقوم فيها، لمين؟ تهدف لخدمة المواطن، حماية المواطن، وتنظيم العلاقات بين الأفراد، وتنظيم علاقة الدولة بالدول الأخرى. إذن تقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة. إلى ماذا تهدف وظائف الدولة؟ تهدف لخدمة المواطن، حماية المواطن، تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل الدولة، وتنظيم العلاقات الدولة بالدول الأخرى.
أول وظيفة من وظائف الدولة الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن. أهم نقطة، الدفاع عن الوطن حفظ الأمن. 2 تحقيق العدالة بين الأفراد. 2 تحقيق العدالة بين الأفراد. 3 وضع السياسة الاقتصادية والنقدية وإدارة العلاقات الدولية، اللي هي العلاقات إيش؟ الخارجية، الدولة، علاقة الدولة مع الدول الأخرى. إذا الكتاب ذاكرنا يا سادس 4 وظائف من وظائف الدولة: الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن، تحقيق العدالة، وضع السياسة الاقتصادية والنقدية، وإدارة العلاقات الدولية. إذا يا سادس أخذنا يا أمي معنى الدولة، حكينا أن الدولة مجموعة من المواطنين يقطنون إقليما جغرافيا معينا بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون في إدارتهم لسلطة سياسية. أيضا حكينا لا يمكن الاستغناء عن أحد تلك العناصر، أركان الدولة أو عناصر الدولة أو مكونات الدولة: الشعب، إقليم، سلطة، السيادة، الاعتراف الدولي. هيك بيكون خلص الدرس يا صف سادس، يعطيكم ألف عافية.